عزام شاهدين، اهلا بيكم. رحله جديده في قلب الشارع المصري، بنشوف اهلنا وناسنا ورحلتنا الشهد والدموع ودعائنا، ربنا يسعدكم ويحفظكم. اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج كلام من دهب. ازيك عامل ايه؟ اقف جنبه. تمام اهو. انت ايه بتقلد حد؟ انا لا، انا مش معني. انا الحمد لله والشكر لله في ربنا. الحمد لله. انا نفسي اتلقى من انا منينا، الفنان انا منينا. الحمد لله والشكر لله. طاهر ابو فاشا، طاهر ابو ليلى. ابو ليلى انت بتقلده بقى. انا مش طب انت اشتغلت ولا حاجه؟ انا في ربنا. انا عملت معاه فيلم ومعاه مسلسلات الحمد لله. والله يعني اسمع لك ايه؟ اسمك ايه؟ احمد عفيفي. احمد عفيفي. ايوه. طبعا خلت ربنا وتبقى معتز بنفسك كده. الحمد لله. احنا ضد التنمر، خلي بالك. لا لا، التنمر انا خلت ربنا احلى من اي حاجه في الدنيا كلها. في حد عمل تنمر معاك؟ لا، ما في حد صراحه. الناس كلها بتحبني والناس كلها كويسه معايا ومحدش يعني من ايدي في حاجه، الحمد لله والشكر لله. ربنا يكرمك يا احمد. يا رب ان شاء الله باذن الله. يعني انت دلوقتي بقيت فنان بقى؟ انا الحمد لله معايا مسلسلات وافلام وربنا يكرم ان شاء الله واعمل حاجه تلاقي مقبول ان شاء الله باذن الله. طب بتغني بتعمل حاجه او حاجه؟ بمثل وبغني ويعني بمثل. قول لنا اي حاجه دلوقتي يعني. انا هنا بالنسبه لي هوايه بس التمثيل اساسي يعني ان شاء الله. عايز نغني ولا اقول لك امثل لك؟ غني اللي انت عايزه. انا عينا لينا لينا قال لي يا فيوم حبيب يا صيفاني بالليالي اشتريتوني في ثاني ولا انا ندمان عليه ولا ابكي في يوم عليه ولا انا لا مسؤول ولا متطوح انا جاي اقابل ومروح انا لا مسؤول ولا متطوح انا جاي كامل ومروح وشوف اللي بعني وصدني وكني خلى قلبي بيقمت واحه يما يا تربوها ليه؟ الله عليك يا احمد، الله ينور عليك. احمد خليك جامد وضد التنمر كده. لا للتنمر. وانا احسن حاجه في الدنيا عندي هنا للهموم كلها. انا الحمد لله والشكر لله بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ارسم من الابتسامه على وش اي بني ادم في الدنيا كلها. يا رب تبقى فنان كبير ان شاء الله. عاوز اسالك سؤال، هو اول شهيد في مصر كان اسمه صقر الرعى. اول شهيد في مصر اسمه صقر الرعى. ابنه بقى كمل المسيره بعده، اسمه ايه؟ ده سؤال تاريخي. ابنه اسمه ايه؟ حبيبي يا احمد. اسمه ايه؟ انت قول لي اسمه ايه وانا اقول لك عادي يعني. اسمه ايه؟ تعالوا بقى نشوف اللغز اللي حير العلماء على مدار ربع قرن من هذا الزمان الوغد. مساء الخير. طلبه ولا بتشتغل ولا ايه؟ بنشتغل. في ايه بقى؟ في العيون هنا في مركز رواد. عيون؟ ها؟ بكام بقى عمليه التصحيح دي؟ بتبقى بكام بقى عمليه التصحيح؟ يعني بتبدا في رينج من 3 ل 4 5 كده. اللي هو نظر يعني بيشوف عن بعد وقريب؟ لا، النظر والطول، النظر والاستجماتيزم، حسب كل واحد نظره ايه يعني. طب عامل له اوكازيون واسعار ولا ايه؟ اوكازيون مش في سيله يعني بشوفها على السوشيال ميديا كده. في كتير طبعا. يقول لك عين وخد العين الثانيه فري. بالظبط. صح ولا صح؟ طبعا صح. طب قول لي الاسعار ايه بقى؟ انا بقول لك من 3-4-5 حسب نظرك انت وحسب فحوصات القرنية بتاعتك وكده يعني. بتعمل عمليه؟ طب انت بقى لابس نظاره ما تعمل. وللاسف والله فحوصاتي مش حلوه. فحوصات لازم تعمل لك فحص. انا فحصتك. تعمل لي فحص عين قاعين؟ دي عندك استجماتيزم، دي قصر نظر صح؟ الاثنين قصر نظر. محتاج عمليه. طبعا. بص، اول شهيد في مصر صقر الرعى، مين اللي مسك بقى بعده ودخل في الحرب؟ سكن الرعى بعدي. لا فيك ضد الهكسوس. محتاج تصحيح. تصحيح. لا انت صح، انت عاوز تبص على الباي. لا انت ما قلتش ولا حاجه، خلي بالك. انت دكتور معاه؟ انت بتمسك العين الشمال وعين اليمين؟ لا، انا عيني يمين وهو عين شمال. والله مثلا يقول لك العين ما تعلاش على ايه؟ حاجه. والعين عليها ايه؟ حارس. السلام عليكم. والعين عليها حارس. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. طب معلش ليه ندهته من الاول وقلت له صباح الخير وعشمته؟ ايه ده بيعمل سيرش ده؟ بتعمل سيرش؟ صباح
بيعمل سيرش. بدور من هنا لبكرة. بتعمل سيرش. الحقيقة بعمل سيرش. لقيت ايه؟ لسه بشوف. كاتب ايه بقى؟ يا ابن سكن الرائع. سكن الرائع. يا عم ده حاجات معلومة. اسمك ايه الأول؟ محمود. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ايه ده؟ السؤال هيتسرب وبعدين؟ ده وزير التعليم يزعل. لا كويس. بس ده مش في المنهج. أول شهيد في مصر سكن الرائع، ابنه اللي بعده اسمه ايه؟ اسمك ايه؟ محمود. تعال ازيك يا ريس؟ الله سامع السؤال انت معاهم. انا عايزك تقول لي سؤال سهل بقى يا عم طارق. اسال سؤال. عشان انا فيا اللي مكفيني. ايه اللي فيك يا عم؟ قول لي سؤال حلو الله يكرمك عشان الدنيا تمشي. هتمشي ان شاء الله. ماشي يلا. قول يا رب. يا رب بس. مستعد جاهز؟ اه قول يا رب. اعمل كده اهو. بحبك اهو. بحبك يا عم. اول شهيد في مصر سكن الرعاع، ابنه بقى اللي كمل بعد كده اسمه ايه؟ اول شهيد ايه؟ اول شهيد في مصر سكن الرائع. مركز معايا؟ لا مش مركز. انا مركز اهو. شد لحاف شد لحاف انت وتغطي اتغطى انت نامي نامي انت. اهلا بيك وكل سنه طيب. اسمك ايه؟ السلام. محمد عبد الشافي. ازيك يا محمد؟ كل سنه طيب. السلام يا ريس. مطرب. هو الشارع هنا فيه مطربين كتير دلوقتي. اه ما هو شغلنا كله في المهندسين يعتبر يعني. ربنا يكرمك يا رب يخليك. مطرب ايه بقى؟ غني. مطرب شعبي. بس مش مهرجانات ولا حاجه؟ لا لا لا. اه طب عندك معلومات تاريخيه ولا يعني مثلا اول شهيد في مصر كان اسمه سكن الرعاع وخد بالك استشهد فابنه كمل المسيره. إيه؟ ابنه اسمه ايه؟ لا ما اعرفش. ما عنديش انا المعلومات دي. بتلعب بيعملوك اختبار في النقابه؟ انت معاك عربيه نقابه؟ مش بس اختبار كده. لا انا بخش اغني. قال لك صوتك هو الاختبارات دي اختبارات بخش اغني قدام اللجنه لكن انا ما فيش حد قال لي رعاع بقى ولا. طب انا قلت لك اهو. ادي حاجه انا عرفتها جديده بقى يا استاذ. طب غني قول لي. طيب ماشي. حضرتك تحب تسمع ايه؟ انت احسن حاجه تقولها يعني. ممكن مثلا في اغنيه عبد الودود. ماشي نسمع عبد الودود. عبد الودود لو عارفينها انا مغنيها برضه. انا ممكن نقول ايه؟ وادي عبد الودود يا رابس على الحدود ومحافظ على النظام كيفك يا ولدي صحيح عسى الله تكون مليح ورابط للامام امك بتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك بطل لابوك لا يقولوا منين جابوك ويمسخوا الكلام اقول لك ما انت خابر اجي القضيه عاد ولسه دم خيك ما شرباش التراب حسك عينك تزحزح يدك من عالزناد خليك يا عبد راجل لساعة الحساب ان كنت واد ابوك روح هاتلي بطار اخوك والاهل يبلغوك جميعا السلام جميعاً السلام. يا استاذ يا حبيبي السلام. تحيه ليك والله. الشارع هدي فجأة كله بيسمعك بحييك والله. يا ربي يخليك. ما عرفتش جبت سؤال طيب؟ لا طب قول لي عليه بقى يا بني بوكس هو فين؟ مين هو بعد سكن الرائع مسك حكم مصر؟ ايوه وحارب الهكسوس بس ده بيني وبينك. مصطفى حارب الهكسوس؟ اه طب غني حاجة صغيرة كده. ممكن غني حاجة من الجديد بقى. حاجة كده. تمام. أنا هشكر أبويا على الهوا كده عشان خاطر صالح علام برضه. الحقيقة كل أب وأم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا. يلا بقى. لو هشكر أبويا على شيء عمله هشكره على عيني المليانة على إنه ما قصرش في حاجة على نفسي وبطني الشبعانة على أصلي وفصلي وتربيتي على اسم اللي أنا ماشي بسرته وشقى في الدنيا وفي الأيام علشان ما نشوفش إحنا إهانة اللي يحب أبو سقف بقى أبو سلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أستارك. السلام عليكم. إزيك عاملة إيه؟ إزيك؟ الحمد لله. إزيك يا ريس؟ الحمد لله تمام والله. اسمك إيه؟ اسمي أحمد حسين. إزيك يا أحمد؟ الله يخليك. إيه عندك إصابة ولا إيه؟ عندي تيبس. تيبس؟ اه. متحركش؟ بتحرك حاجن حاليا في المفصلين الحوض على قد ان انا اقدر امشي شويه بس كده مؤقتا
لان مطلوب لي عمليه تغيير مفصلين الحوض، وفيما بعد ممكن مفصلين الركبه. يعني عندي تهاب. اعمل علاج طبيعي بس ودكتور يبقى كويس. ما عادش ينفع المفصلين بتوع الحوض التكلف. شغال ايه؟ كنت شغال في العاشر وبعدين زهقوا مني، انفصلت فصل تعسفي كده يا راجل من كتر الاجازات، مرضي 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 مرضي، فروح الجامعه مفصول. ايه مش في كشف يتاكد ان انت سليم واللي انت كذا؟ لا كاشف، كاشف وعامل اشعاعات ومعايا تحاليلي وتثبت الكلام ده. بروح بس مكتب العمل. رحت مكتب العمل. وانت تمام؟ الحمد لله والله زي الفل. واقفه مع جوزك؟ انا واقفه معاه والله، ربنا هو اللي يعلم. شايلاك يا عم؟ شايلين الحمد لله. بس هي بقى جت في الفتره الاخيره دي، جيت انا وقعت ما كنتش بقدر امشي خالص، فهي اللي كانت شالتني فيها. فروحت لكام دكتور كده تخصص روماتيزم ومناعه، يعني اخر حاجه وصلوا لها معايا ان هم قالوا هنحقن لك المفصلين، حاجن مؤقت، حاجن كورتيزون وجل. يعني حقنت حقنتين كورتيزون وحقنتين جل في كل مفصل، حقنه وحقنه، لغايه ما قمت ومشيت على رجلي. ففي الفتره دي كانت شايلاني، فهوب راح جاها تعبانه هي مره واحده. مين هي؟ هي هي صلاه ايه؟ كنا معدتها حصلها شويه تعب في المعده كده، فعمين نجري على الدكاتره، دكتور بطنه، دكتور مسالك، دكتور مش عارف ايه. طلع ده ايه؟ طلع عندها سرطان في المعده. نعم سرطان في المعده. عندك ورم؟ اه. انتي ولا لسه ولا ايه؟ لا لسه باخد جرعات دلوقتي، ولسه مش يعني لسه ما وصلتش لمرحله العمليه، يعني هم مستنين لما في معرفش هم يعني ايه. خدت كام جرعه؟ طيب كتير بتاع اول حاجه 8 و دي نوع، وبعد كده غيروا لي النوع، خد دلوقتي برضو في حدود 8 تاني او كتير، بقى بتاع 6 شهور كل اسبوع باخد جرعه. تعالجي في معهد ولا في بتروح فين؟ معهد الاورام. انتوا قريب من المعهد ولا منين؟ لا احنا مش شرقيه. اللي بيبقى عنده حاله بيبقى تعبان، فانتوا الاثنين بتسندوا على بعض. معلش الحمد لله. الحمد لله. انت بتسندها دلوقتي يعني؟ اه يعني معنويا بسندها يعني. والله والله بسندها معنويا، وكل هي عايزانا بوفره لها الحمد لله. انت بتاخد معاش يعني ولا بتاخد ايه؟ والله انا حاليا انا ما باخدش معاشات ولا حاجه. عايش ازاي طيب؟ عايش ازاي؟ انا كنت قدمت ورقه تبع ال 5% وطلعت كارت ذكي ورحت قدمته تبع الشركه، وبيصرفوا لي 1200 جنيه مرتب شهري. محمد اللي عنده اصابه وزوجته عندها اصابه، نتمنى انه ربنا يشفيهم يا رب اولا. الحمد لله. زي ما بقول لكم اللي عنده اصابه واحده بيتعب، لكن الاسره الاب والام كده. والله يا عم الحمد لله احنا حامدين ربنا يعني والله العظيم وشاكرينه على كل نعم. يعني ده هنقول ايه؟ ده فضل من ربنا، مفيش اكتر من كده يعني، مش نقدر نقول اكتر. تاخد معانا جايزه ولا ايه بقى؟ والله ان انت شايفه ستارك الحمد لله. امسك في الجايزه ولا نحاول نساعدك يعني. الحمد لله. الاسم كامل ايه؟ اسم احمد حسين عليوه. احمد حسين عليوه. سؤالنا اول شهيد في مصر زي ما انتم عارفين صخر النرع. ابنه اللي جه بعد كده اسمه كيموس، ده واحد ولا رمسيس ولا الاسكندر الاكبر؟ 1 2 3 كيموس ولا رمسيس ولا اسكندر الاكبر؟ 1 2 3 تقولي ولا رمسيس ولا اسكندر الاكبر؟ اه اسكندر الاكبر. 1 2 3 تقول 1 2 3 3 1 2 3. اول شهيد في مصر انتوا عارفين صخر النرع، استشهد ابنه اللي مسك الحكم وواجه الاكسوس، هو كيموس. كيموس ولا رمسيس ولا اسكندر الاكبر؟ 1 2 3 1 1. كيموس. انت ناس بتساعدك؟ كيموس. صح كيموس. صح هتاخد الجايزه الحمد لله. تعمل ايه بالجايزه؟ والله انا يعني انا نفسي اهم حاجه انني اعمل عمليتي اللي هي تغيير المفصل دي في مكان حلو، بس انا كنت عامل قرار وزاري، بس نفسي اني اعملها في مكان حلو، لان العمليه سهله، بس في دكاتره تانيين اشاروا لي قالوا لي بعد العمليه ممكن يحصل لك التهابات، مضاعفات يعني. مضاعفات مع المرض اللي عندي. ممكن عنده التهابات، فالدكتور بيقول له يعني انا خايف عليك بعد العمليه يجي لك التهابات، ده تبقى فيها مشكله كبيره. طب انت جايزه تعملي بيه ايه؟ هو يعمل العمليه وانت عمليه برضه ولا ايه؟ والله مش عارفه لسه، الدكاتره هيشوفها يعني. جايزه ليكم انتوا الاثنين. ها الحمد لله يا احمد. احمد احمد يا احمد الجايزه ليكم انتوا الاثنين. فعلا الاجابه 1 كيموس هو الاجابه الصحيحه. اول شهيد في مصر زي ما انتوا عارفين صخر النرع، وبعدين ابنه كيموس
اللي مسك الجيش بعده واحمد بيكسب، بنقول لك مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. الجائزه بتروح لاحمد، احمد اللي عنده اصابه وزوجته اللي ربنا يشفيها، بدره هديه السيد الرئيس، بنقول لك مبروك. الحمد لله. مبروك، عاوزك تفرح، انسى الحزن. الحمد لله. انسى الحزن شويه. الحمد لله. والله والله بقول الحمد لله على كل، ربنا يجزيك. حسن ده ابتلاء يعني؟ اه الحمد لله. عارف قصه سيدنا ايوب؟ ما ناس كتير بتنا تقول لي يعني على كده، وبدنا ندعي الدعاء بتاع سيدنا ايوب والحمد لله. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، قوليها. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. وقولي لاحمد يجمد وانت قول اجمد. والله نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي هو عمل العمليه بتاعته، شايل هم اكثر من نفسي. لا 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 والله ده انا شايل همها والله العظيم، والله شايل همها يعني غصب عني، بس هنعمل ايه؟ بنستند على بعضنا. الريش والله على الانجازات اللي هو بيعملها في البلد. اسمك ايه؟ المطرب مدحت دياب. ازيك يا مدحت، عامل ايه؟ ازيك يا استاذ طارق؟ ايه الستايل الحلو ده؟ ده ستايل جديد كده بقى عشان عامل حاجات جديده ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا استاذ طارق، ربنا يخليك يا رب. انت من زمان اه على قديمه. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. انا بس عامل اغنيه جامده جدا 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 اسمها كورونا. كورونا؟ بس خلاص خلص الكورونا. اه بس اغنيه ملهاش حل يعني، كلمات ولحن و... اسمها ايه؟ لو... سمعك حتى عدد. اسمها كورونا الاغنيه؟ اسمها كورونا. طب سمعها لنا كده. ماشي. آه لكن على الخاطر ولا على البال اللي احنا فيه، الكورونا الكورونا دي واقفة حال، واحنا مش عارفين نجيب الجنيه، خلاص بطلت المهنة بسبب الكورونا، هبيع كبدة ودهنة، تعالوا نفعونا، مش همسك مايك تاني ولا غني في الأفراح، مالكي ماما خانقاني، نفسي مش مرتاح، مش همسك مايك تاني 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 ولا غني في الأفراح، مالكي ماما خانقاني، نفسي مش مرتاح، كده بقى كده بقى كده بقى لازم اخد اللقاح، كده بقى كده بقى كده ضروري عشان ارتاح، يا رب فك الغم علينا وترجع ليا للافراح، يا رب فك الغم علينا علينا. خلاص خلص الكورونا الحمد لله، خلص يعني. اهلا بيك و اهلا بيك. اعمل بقى بعد كورونا، خلاص خلص الكورونا. كورونا خلصت. احنا بعد كورونا عاوزين تفاؤل وامل، هنعمل ان شاء الله، هنعمل اغاني جديده ان شاء الله، عامل اغاني جديده برضو كده، وعامل حاجه اسمها كلاب الحاوي، وعامل اغنيه اسمها ما تعجزونيش، وشويه حاجات. واحنا عاملين نقول لك بيت الجمل اسمه ايه في اللغه؟ بيت الجمل اسمه ايه؟ بيت الجمل. الجمل بما ايه؟ بمحمل. بيت الجمل اسمه ايه؟ حمل. حمل 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 حمل. غنيها. بيت الجمل. بيت الجمل حمل حمل، بيت الجمل حمل حمل. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. ازيك؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منين؟ من هنا من مصر. والقمر اسمه ايه؟ مالك. مالك يا مالك. تحبي اللحمه البقري ولا الجملي ولا ايه؟ جمل. جمل. طب بيت الجمل اسمه ايه؟ الجمل اسمه ايه؟ بيت الجمل. مش عارفه. بيت الجمل. تعمليها كفته بقى ولا بتاع؟ بعملها كفته. بيت الجمل اسمه؟ معاكي ناس يعملوا، بص على الموبايل اهو اهو. انا مكسوفه من روحي قوي. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الزحمه اللي هنا دي؟ اهو الحمد لله سنه طبيعيه. اسمك ايه؟ عمرو عنكيلي. ها؟ عمرو عنكيلي. عنكيلي؟ عشان بعنكل الجو كده. انت بتعنكل الجو؟ يا نهار ابيض، مسكته اهو. واحد بيقول لي مين اللي عنكل الجو؟ مسكته هو عمرو. طب ليه ليه كده ليه يعني؟ هو عشان بغني وكده وبعمل. فتعنكل الجو؟ في الافراح. ده انت ابن ناس كده، ربنا يخليك، بس بنحب نفرح الناس بس. لا بس بلاش تعنكل الجو تاني. لا انا عنكل، احنا بنفرح الناس بس. يعني ايه هتعنكل يعني؟ انا عنكل بعمل جو كده و... والله؟ وحكايات كده. مين اللي عنكل هنا يا جماعه تاني؟
ربنا يكفيك شهر العنكلة. بتغني يعني ولا ايه؟ عامل شغل كتير يعني معروف، عامل ناس عمرنا ما شاكوش، وعامل الصحابة بين الرجالة يعني. والله اسمك ايه؟ عمرو عنكيلي. عمرو عنكيلي. هي طب تغني ولا اسألك الأول؟ عادي ممكن اغني. عامل كليب لسه هينزل العيد على القنوات ان شاء الله، اسمه قرايب شمال، حالة في كل بيت مصري. اسمه قرايب شمال؟ قرايب شمال يعني قرايب شمال؟ لا، اللي زعلان من اهله اللي مش حنين عليه، حاجة قصة دراما حزينة يعني. بس ما عندناش في الشمال، احنا كله يمين. شمال بقلبهم مش بحاجة تانية. ما فيهاش الفاظ. لا لا انا ما فيهاش اي حاجة، انا شغلي الحمد لله. سمعنا كده؟ ماشي. من صغر سني مكتوب علي الهم والصدمة، مفاجآت كتير وجرح الكبير من القريب ياما. لما الغريب يحن عليك والقريب يا أستاذ طارق يا علام ما يحسش بيك، يبقى الله يعوض علينا في العيلة واللمة. قرايب شمال وانا باختمال، بيجرحوا ويدبحوا ويبقوا دول برضو مني، تعبني ليه ظلمني ليه، تعبني ليه ظلمني ليه، ما عرفش ليه كرهني، حاجه زي كده يعني. بس انا ممكن اقعد مع الاسره. مين المضايق؟ لا مش عندي. مين عيلتك؟ انا بغني الاغنيه دي لكل الناس. مش عندي. خالك ابن عمك؟ لا 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 بغنيها لكل الناس والله. والله حاله في المجتمع. عايزين لا نقول القرايب يمين، بلاش شمال دي. لا يا جزء تاني بقى. ماشي. هتقول ايه؟ القرايب يمين كلهم حلوين. القرايب زي العسل طبعا. القرايب يمين كلهم حلوين، كلهم طيبين. ماشي. كلهم اهل خير. قولها كده. القرايب يمين كلهم عسافة بقى حلوين، عشان اتصرف بقى. اسالك السؤال حبيبي. بيت الجمل اسمه ايه؟ بيت الجمل. احنا بنقول الجمل بما ايه؟ بحمل. وحمل ايه؟ يبقى بيت الجمل اسمه ايه؟ بيت الجمل. بيت الجمل. جبل يا استاذ. ها؟ جبل. مبرك؟ لا لا لا. الجبل. جبل. بيت الجبل محمد. ذئاب الجبل. ذئاب الجبل. لا مش ذئاب الجبل. لا لا. اولاد الجبل. لا. صحراء الجبل. بيت الجبل. يعني واحد من الثلاثه دول؟ لا. طب اديني اختيار. طيب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. خمسين ستين سبعين. خمسين ستين سبعين. تمانين. تمانين. خمسة. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه الوقفة؟ هنعمل ايه يا استاذ؟ الحمد لله تمام. وعيان؟ يعني عنده لوكيميا حادة في الدم، سرطان في الدم. ادي قاعدة. ها كده قعدنا على الرصيف. ازيك كابتن؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ سيف. ازيك سيف؟ سيف الصيف. انتوا خارجين تعملوا ايه؟ والله يا فندم هو لسه مخلص جلسه الكيماوي بتاعته، فنفسيته مخنوقه من المستشفى شويه، فقلت بس دلوقتي حالا. حالا؟ لا يعني من ساعه كده ولا ساعتين بالظبط. بس مش غلط ان هو لازم يقعد في مكان كده. هو يعني بس ده هو اصلا يعني حالته النفسيه جوه المستشفى صعبه قوي يعني. ليه؟ رافض رافض اي حاجه، ورافض علاج، ورافض اي حاجه من هناك. ف ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 ازعل منك، احنا بنحب الابطال. انت بطل؟ بطل. تأدي التحدي؟ زعلان ليه؟ مش زعلان. قوي؟ هننتصر على المرض؟ وبناخد الكيماوي ونكمل العلاج ونروح البيت وهنلعب كورة ونعمل كل حاجة؟ دي كلها بنقول عليها مرحلة، أنت عارف العلاج مرحلة. أنت بقالك قد إيه في المستشفى بتروح وتيجي؟ ست أيام. مش عارف. يعني ست شهور مثلا بقالك؟ ست جرعات. وعنده إيه هو بالظبط؟ عنده سرطان في الدم. طب ده بيتعالج، ده نسبة العلاج 100% يعني، ده زي البرد. الحمد لله والله. الحمد لله. الشكر لله. الحمد لله والله. الحمد لله. ودي يعني بقاله ايه؟ ست شهور بياخد جرعات ولا بياخد؟ يعني هو بيقعد الجرعة بتقعد شهر يعني. خد كام جرعة؟ هو كده دي الخمسة ليه. الخمسة؟ طيب. فاضل له جلسة؟ هو يعني الدكتور قالت لي على حسب يعني، ممكن يكون في ممكن زرع نخاع على حسب يعني، بس هي الجرعه دي اللي ان شاء الله هتتحدد فيها. لو صفر ان شاء الله المرض بتاعه مش هيحتاج زرع نخاع. انت عندك ولاد تانيين؟ عندي بنت ساكده. بنت؟ انت بتشتغل ايه؟ انا سواق دليفري. دليفري؟ طب يا عم عفريت الاسفلت. الحمد لله والله. ربنا يكرمك. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا فندم. طبعا سايب حالك ومعاها.
هنعمل ايه؟ ما عنديش غيره يعني، ما عنديش غيره هو واخته بس يعني الحمد لله. فدي يعني بالكم الضنا والابن والمرض حاجه يعني ربنا يشفي كل مريض. والله يا فندم يعني الحمد لله، انا كنت اصلا قاعد في اسكندريه بس انا يعني جيت القاهره هنا بسبب انه عشان يتعالج في المعنى. يتعالج في المعنى. انت عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله. بعد الكلام ده مش نقول الحمد لله؟ الحمد لله. تحب باباك؟ نفسك في ايه لباباك؟ نفسي يجيب فلوس كتير. تحب باباك قوي؟ اه. قوله بحبك يا بابا. بحبك يا بابا. وانا بحبك بوس. حبيبي. طبعا هو اللي معاه بقى في المستشفى في حضنه، وبرده مامتك واختك. اللحظات الحلوه الجميله اللي بنشوفها، اللمسات اللي بنقولها، بنقدم رساله. عندك مرض، عندك اي حاجه، تبقى قد التحدي، تبقى بطل. زي البطل معانا. البطل اسمك ايه يا بطل؟ قول انا البطل اسمي ايه؟ سيف. قول انا البطل سيف. انا البطل سيف. واعدي المرحله واكل واشرب. ما بياكلش ولا يشرب؟ هو اكله ضعيف جدا يعني، ما يعني في الجلسات الكيماوي بتاعته يعني اول ما بيخلص الجرعه ممكن يقعد مثلا اسبوع. في الاسبوع ده بقى بنحاول نضغط على قد ما نقدر، يعني على قد ما بنقدر اللي هو ياكل بس. وانت الاسبوع ده مش شغال، العيد داخل عليك، الظروف ايه بقى؟ والله يا فندم ربنا يعلم بالواحد اللي عامل ايه. بس تلف ولا حاجه؟ يعني لا يا راجل. هنعمل ايه طيب يا استاذ؟ ما هو هي الدنيا. سلفت كام؟ والله يعني اختي ويعني مش من حد غريب يعني الحمد لله. طيب هقول لك سؤال، تقول لي واحد ولا اتنين ولا تلاته. بيت الجمل، عارف الجمل انت؟ ها اسمه ايه؟ المراح، المراح ولا الكهف ولا البيت؟ المراح ولا الكهف ولا البيت؟ واحد اتنين تلاته. معرفش. ركز كده شويه. طيب واحد اتنين تلاته، بيت الجمل اسمه ايه؟ المراح ولا الكهف ولا البيت؟ ها واحد المراح. انت بتقولها كده وانا معاك كده. ها تفرح لو خدت الجايزه؟ اه. تعمل بيها ايه؟ العب بيها. جايزه؟ لا هي عربيه صغيره. دي فلوس. فلوس اول حاجه عايز نفسك فيها تجيب لك ايه؟ لعبه. لعبه؟ اه. انت كام سنه؟ سبعه. سيف اللي عنده سبع سنين اللي جاي وبنقول بيت الجمل اسمه ايه، فبيقول لي المراح. فعلا اجابه صحيحه، نفسه في لعبه. فجات له مبادره هديه السيد الرئيس، بيكسب المبلغ. بنقول لك مبروك مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ. والله الله يبارك لك يا فندم. الله يبارك لك. فرحان؟ اه طبعا، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني الحمد لله لسه مصر بخير والله الحمد لله. الحمد لله داخل العيد. والله عايز اقول لحضرتك يا استاذ يعني ربنا يعلم، الواحد ما كانش اصلا يعني حاطط في دماغه ان هو يجيب اي حاجه للعيد ولا اي حاجه، بس الحمد لله. اهم حاجه والله نفسي بس يعني هو سيف عندي اهم حاجه. هيخف، هيبقى بطل، هيبقى تمام، هيجري، وهنبارك لك قريب. يا رب. قول له انا خفيت خلاص. أنا خفيت خلاص. قول أنا خفيت ودعولي. الحمد لله. مبسوطين 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 وعيوننا تقول لك مبسوطين. رئيس عبد الفتاح السيسي الله يبارك له ويديله الصحة، يعني الحمد لله الحمد لله، يعني عايشنا في أمان الحمد لله. ألف مبروك اللي كسبوا معانا، استنونا بكرة رحلة جديدة. بكرة نقول مبروك للي يكسب معانا جوائزنا. استنونا وحلقة جديدة وبرنامج كلام من ذهب. كان الكلام من فضة.